سمحوا لي ان انا ابداوا بان انا اشكر بوابه الاهرام، بوابه المؤسسه العريقه اللي دعتني ان انا اشارككم في هذه الدقائق بمناسبه عيد ميلادي. انا من مواليد 29 يناير، مش هقول لكم سنة كام، طبعا معلومة سهلة تعرفوها مكتوبة في كل حتة يعني، إنما الحقيقة هو أنا كان دايما يقترن عندي عيد ميلادي بتساؤل، يعني هل الواحد يحسب عمره بعدد السنين ولا يحسبه بلحظات الفرح ولا يحسبوا بلحظات الألم؟